أعزائي متابعي برنامج جمال التطوع مع إكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة تبث لكم عبر قناة كنار تي في. وطبعا دائما نقول أن كنار تي في هو صوت العرب من كندا، حيث نحاول أن نجعل صوت الكنديين العرب يصل لكل مكان على بقاع هذه المعمورة. وطبعا اليوم معنا ضيفة متميزة، راح أطلعها معي على الشاشة. ضيفتنا اليوم طبعا أعطت لمجتمعها وساعدت العديد من النساء لتصل إلى أهدافها عبر تمكينهن ومساعدتهن من خلال العديد من البرامج التي ستحدثنا عنها. راح أتركها المجال إن شاء الله هي تحكي عن جميع الأعمال اللي بتعمل فيها. ضيفتنا اليوم لبنانية فلسطينية من بلاد الأرز وبلاد فلسطين بلاد المقدس، تعمل مع المنظمات غير الربحية، ومن أهم هذه المنظمات التي تعمل معها أوكسفوم من أجل محاربة وإنهاء العنف ضد المرأة أو الفتيات أو النساء، خصوصا في المجتمعات التي تعاني من الصراعات والحروب، يعني المجتمعات الأقل حظا. وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال وجنوب آسيا، وعملت أيضا كمحررة لصحيفة ديلي ستار في لبنان. أعزائي برحب بضيفتنا الأستاذة ميسم زعرورة، أهلا وسهلا فيكي ست ميسم في برنامج جمال التطوع مع إكرام عبر قناة كنار. شكرا ست إكرام، وشكرا على هالفرصة. عن جد يعني لأقدر أكون ضيفتك وأتحدث عن هدول عن التطوع اللي بقوم فيه. شكرا لك لقبول الدعوة، احنا نفتخر فيكي ونفتخر كل النساء اللي بيعملوا من أجل تمكين المجتمع بشكل عام. وأنا من دعاة تمكين المرأة، وأعمل دائما على تمكين المرأة منذ عقود يعني، ومعاكي دائما على الطريق من أجل التمكين. So I just would like to mention للجمهور إنه ميسم راح تتكلم، she will be talking in English and Arabic. And I will be helping in translating anything. So feel free to speak Arabic or English, Habibti Maysam. Thank you so much. Allah yasa'dak, ahla sahla fiki. So welcome to our program, Maysam. And we have our typical question for everybody, which is tell us about yourself. Anything about yourself that would you like the audience to know about Maysam, about your family, about your hobbies, about your education, some interesting facts about yourself. So feel free to talk about anything. So طلبت من ميسم انها تحدثنا عن نفسها، اي شيء ترغب الجمهور ان يعرفوا عن ميسم. شكرا، حجرب قد ما فيي انه احكي بالعربي. كنت عم أقول قبل إنه لي فترة بحكي بس مع أمي بالعربي، بس أحكي مع التليفون، فهي وقتها تحضر هالبرنامج بدي إياها تكون فخورة إنه عم بحكي بالعربي، بس حجرب قد ما فيي. أنا كندية بريطانية هلأ، بس من أصل عربي مثل ما قلت، فلسطينية لبنانية، وإلي بأوتاوا تقريباً 14 سنة، وجيت على كندا لتكفية الدراسة، وغيرت المهنة. كنت أنا صحفية بلبنان، وكنت عم غطي الحرب بلبنان، مع الحرب مع إسرائيل والأزمات اللي كانت عم تمر فيها البلد. وبعد الحرب قررت أنه أترك هيدا المجال وفوت بمجال الـ International Development، الناشطة كناشطة وكمتطوعة. وشفت انه اكثر شيء انا عندي له باشن هو انه تمكين المراه وحقوق المراه، وخصوصا انهاء العنف ضد المراه. فغادرت لبنان بعد الحرب ووصلت لهون، وانا من وصولي على كندا فتت بمجال التطوع، و تغيرت حياتي مثل ما بقولوا بالعالم يلي تعرفت عليه. جميل. يعني ميسم انت مواليد وين، بريطانيا ولا لبنان؟ لبنان. لبنان. So you were born in Lebanon and then you moved to UK. The UK. Back to Lebanon and then now in Canada. You That's worked as a right. journalist at the beginning of your life. Yes. Now you're working in women empowerment projects. Nice. Yeah. Anything about your family, your hobbies? Yes. عندي ولد صغير عمره سنتين، حيصير عمره سنتين بديسمبر.
هو السبب يلي وقفت عن التطوع فترة، لأنه مثل ما العامة بيعرفوا بس الواحد يصير عنده أولاد بتصير الحياة in fast forward، يعني ماشي ركض. بس اسمه لوكانو فين، ويا he's amazing. وأنا عائلتي كلها للصراحة ببريطانيا وبلبنان وبأفريقيا، فأنا هون لحالي مع عائلتي مع جوزي ومع ابني. حبيبتي أهلا وسهلا فيكي. أول شيء بحب أوجه تحية لوالدتك وأقول لها أنه يعني يحق لها أن تفخر بهذه البنت، ما شاء الله عليك. شكرا. أوجه تحية لعائلتك وبحكي لابنك هابي بيرثدي، إن شاء الله العمر كله يا رب يعني السعادة والهنا معاكم. شكرا ست كرم عن جد، ثانك يو. ميسم أنت كنتي صحفية، معلش هذا this is a question outside yeah. our script. You were a journalist, right? Yeah. Yes, you I was. Still write sometimes as a hobby or you just yes. للصراحة أكتر شيء بقدر أقوله عن حالي إنه أنا كاتبة. واكتشفت هيدا الشيء من كم شهر وقت صار الانفجار بلبنان، actually على المرفأ لبنان، والعالم يعني كلها انصدمت، وأهلي وأنا يعني مرقنا كلنا بأكيد أزمة كتير كبيرة، مش بس اللبنانية، العالم كله يلي عنده صلة إلى لبنان وحتى زاروا لبنان بيوم من الأيام صار في عندهم صدمة. فما قدرت أتخطى هالصدمة لا كتبت عنها. يعني I needed to write about it. ومن وقتها يعني I had the realization إنه أوكي أنا كاتبة. فبعتقد هذا منه شيء بحياتي حقدر أتركه، الكتابة. الكتابة زي إكسير الحياة، it's like a potion. Yes. You can't live without it. Once you start, that's it. يعني. That's it. Yeah. I'm happy that you found something to ease your stress. And everyone was stressed at that time. It was a difficult time for everybody. I'm so sorry for what happened. إن شاء الله. Yeah. ندعو الجميع الضحايا هاي الأزمة إنهم إن شاء الله يكونوا تخطوها، ويعني إن شاء الله الأيام كفيلة تهيل إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. معي الأستاذ محمد تميمي، حاب أخذ تعليقه لأنه يعني relative to what you said. هو بيقول أستاذ محمد تميمي مؤسس القناة، أحد مؤسسي القناة هو الدكتور جمال، نوجه له تحية، ويقول أحلى كلمة سمعتها أنها تريد أن تفتخر أو تفتخر أمها بها وهي تتحدث العربية. إن شاء الله ستكون أمك فخورة بك، أهلا بك في أوتاوا. طلعتوا جيران. شكرا so much أستاذ محمد، تشرفنا وشكرا على هالفرصة وعلى هالكلمة الحلوة. أهلا وسهلا فيك. طيب ميسم، بدي أسألك السؤال الثاني. My typical question as well to all my guests is tell us about your journey with volunteering. How did it start? Was there anything that inspired you? Were you inspired by anybody or any event or it just happened or was it something in the family? How did it start? أخبرينا عن رحلتك مع التطوع، كيف كانت البدايات وكيف استمريتي؟ هل هناك ملهم؟ هل هناك حدث ألهمك للتطوع؟ أم أنها شيء تعلمتيه منذ الصغر؟ للصراحة أنا بلشت التطوع، هلأ دايما كان عندنا التطوع بالعيلة وبالفكر بالقيم، عرفت أنه هيدا الشيء منيح وطبيعي ولازم الواحد يعطي لمجتمعه ويساعد مجتمعه بأي طريقة. بعتقد أنه كتير من العرب بنربع بهالقيم، مساعدة بعض وهالتطوع غير عن العمل والأسرة يعني. بس أنا بلشت التطوع يعني بشكل targeted يعني وقتها وصلت على كندا. وصلت على كندا وكنت ناطرة لبلش الماسترز تبعيتي بالجامعة، وما كان عندي، ما كنت أعرف حدا وما كان عندي مجتمع هون، ما كنت أعرف شخص يعني. فحسيت إنه بحاجة لأتعرف على عالم عرب، بس كانت عرب كندية عندهم نفس الفاليوز نفس القيم، و يعني ليساعدوني يعني فوت على المجتمع. وتعرفت على عالم فظيعة، هلأ صاروا أشخاص إنه أصدقاء كتير حميمين.
بلشت أول شيء بمنظمة صغيرة بس مثل ما بقوله small but mighty عظيمة اسمها Canadian Education Canadian Palestinian Educational Exchange CEPAL CEPAL وهي كوني أنا لاجئة فلسطينية من صغري حسيت إنه هيدا هو الطريق اللي رحت باتجاهه يعني حسيت إنه بدي أساعد بدي أتطوع بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. هاي سيبال منظمة بيدربوا teachers متعلمين ومعلمين وبيبعتون على الرفيجي كامبس بلبنان ليساعدوا الشباب والأطفال باحتياجاتهم يعني المدرسية وبيساعدون أنا هاي this is where I entered into volunteering يعني ومن هناك قابلت عالم رائعين ساعدوني ب establishing my life in Canada يعني in Ottawa و they became very good friends. بعد هيك تعرفت على منظمة NCAR National Council for Canada Arab Relations. يعني معلش بس أقطعك شوي ميسم حبيبتي. Yeah. So the main reason that you entered volunteering here is just to build the networking with the people around you when you came to Canada. Yeah, I wanted to build a community. So the inspiration was just finding a community, giving back to the community, and then exactly. You were engaged with different programs. So you mentioned exactly. And what's the next program that you volunteered at? NCAR, NCCAR, National Council for Canada Arab Relations, another really great organization. ونفس الشيء كمان بيساعدوا إنه العلاقات الكندية العربية بيعرفوا الكندية على المجتمع العربي على الفن على الموسيقى على الكولتشر العربي وبيبنوا هالعلاقات بيشتغلوا مع السناتورز مع الامبيز ليبنوا العلاقات الجيدة بين الكندية والعرب والعالم العربي. من خلال الفن يعني قصدك؟ من خلال الفن، من خلال الموسيقى، من خلال الثياتر، من خلال events يعني حلو. Yeah, it's very active. هي بأوتاوا. You still volunteer with them, with Ankar and Sipal or? No, not anymore. I know anymore. You have a little child now. Life takes us to different destinations, but they are still there in Ottawa if people are still there. They are still there. They always need help and volunteers, خصوصا بأوتاوا أو بأي مكان يعني. أنا وقفت لفترة. أنا صرت وقت كنت عم بتطوع مع إنكار صرت البريزيدنت تبع إنكار وكانت المنظمة عم تمرق بأزمة شوي مع الحكومة السابقة صار في قصص مع التشاريتيز و they lost the charitable status وهيك ف. مضينا 3 سنين صعبة كتير يعني عم نجرب نرجع الـ charitable status و أخذت وقت كتير بس كانت worth it يعني والزملاء اللي كانوا عم بيطوعوا معي وكلهم كنا نقضي ليالي عم نشتغل على هالشي ونخلي المنظمة ماشية. While you're talking, you indicated something as a benefit from volunteering as well as connecting with other people, building a new friendship as well. Absolutely. So this kind of connection and relationship with people, you build it through volunteering. Very much. وبتكون مع أشخاص بتعرفي إنه عندكم they have the same sense of community, they have the same values of wanting to give back. So you know that they're already good people. فعن جد, yeah. Yeah, عندكم نفس الانترست. Exactly. طيب, ميسم, خلال يعني عملك through your work with different people or different communities, either volunteering or with you over your, you know, through your work, mm-hmm. you told me that you are working with Oxfam. What kind of job you do with Oxfam? With Oxfam, I am... the Women's Rights Knowledge Specialist وخصوصا أنا بشتغل على إنهاء العنف ضد المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا اجتماعيا etc. ومنشتغل يعني all over the world.
حتى يعني women empowerment أو تمكين المرأة و educate the women in their rights. Yeah. Exactly. Exactly. Educating women in their rights, economic rights, sexual and reproductive health and rights, social rights, women and girls. وتمكين المرأة بيفيد المجتمع ككل يعني. نشتغل مع الرجال والشباب، العائلة المرأة لأول عائلة، وحقوق المرأة والعائلة ككل. So you were volunteering first and then you got your job or vice versa? No, I started Oxfam. I never volunteered for Oxfam. I started just working with them straight away. بس تعرفت على actually through Oxfam تعرفت على عالم وفتت بمجال التطوع الثاني يعني بعد أنكر. وقتها صارت الأزمة السورية والحرب السورية، وصار صاروا يوصلوا لاجئين على أوتاوا، واشتغلت مع عيال هونك. يعني حسيت مسؤولية كبيرة إنه أساعد اللاجئين والعيال يلي عم توصل على أوتاوا. صرت مثل وصل بين العيال يلي عم بيكفلون، العالم يلي عم بيكفلون والعيال، وعم كنت مترجم، إنه عم بترجم عربي وإنجليزي وهيك. وأصدقائي وزملائي بأوكسفام هن اللي عرفوني على هذا المجال، وتعرفت على منظمة ريفوجي 613، كمان هاي منظمة تانية كتير فظيعة يعني. ب at the height of the crisis هن كانوا عم بيشتغلوا مع البلدية بأوتاوا بكذا مدينة بكندا لي ساعدوا اللاجئين اللي عم يوصلوا على البلد. So refugee 613 you said؟ Yeah. اسمها يعني interesting name. 613 هو الـ area code تبع أوتاوا، مشان هيك. Oh, I see. Yeah. Area code. I thought it might symbolize something. So they work with any refugees, not only Syrian, yeah? Not only Syrian. بعتقد هي بلشت المنظمة وقت الأزمة السورية، بس بعتقد بيشتغلوا مع كل اللاجئين اللي عم بيوصلوا على البلد. Okay, other programs you were involved with as volunteers. So you mentioned CPAL, ANCAR, and Refugees 613. أنا بتذكر كمان. هلا فأنا قلت إنه بس صار عندي طفل والشغل فول تايم، وهلا كمان الكورونا فايروس كلنا بطل واحد عنده وقت. بس عم بشتغل هلا، عم بتطوع مع منظمة صغيرة على مثل reviewing proposals for innovative small businesses. Oh, nice. Yeah. I'm just starting يعني هلا بلشت. يعني هدول الـ reviewing proposal for small businesses بتساعديهم بالـ proposal to getting grants or exactly. From the government. Okay. Yeah, nice. Exactly. It's called Fund for Innovation and Transformation. Okay. جميل. عندك شوية يعني البرامج اللي عم تتطوعي فيها they are unique. Like since I started doing this program, ما شاء الله you have some unique programs you have been volunteering with. Thank you. I've been lucky. I've been very lucky that one would lead to another and I meet even more amazing people. الحمد لله. So speaking of working with families and from different needs, from different background, tell us about a situation that made you smile or cry. What was the impact of that volunteer work on that person or family? So حدثينا عن موقف جعلك تفرحين جدا أو تبكين، وما تأثير ذلك العمل التطوعي على هذا الشخص أو هذه العائلة؟ يعني عمل معين عملتيه left an impact that made you cry or smile. Sometimes cry out of sadness or of happiness. Yes, I definitely cried a lot. وقت كنت عم بتطوع مع سيبال صار عندي فرصة very lucky إنه أرجع على لبنان وأزور المخيمات الفلسطينية هناك وأتعرف على العالم أكثر هناك. وكنا عم نشتغل مع أطفال أعمارهم يعني تحت 10 سنوات، وكنت عم ساعدهم وعم دربهم، أعطيناهم هيدول disposable cameras وعلمناهم كيف ياخدوا صور عن حياتهم
وتتلى ستوري، يكتب قصص ويتراسلوا مع زملاء بأستراليا. يعني فعلا كانت خبرة مميزة، لأنه مع كل الصعوبات اللي عم بمروا فيها بتشوفي هالولاد الصغار عم بيركضوا وياخدوا صور ويفرجوا حياتهم إنه they're proud، فخودين من حياتهم وكيف يعني they sit and they write and they came up with these stories. وعن جد كانت experience ما بنساها، خبرة عن جد ما بنساها. و not long ago كنت قبل ما أجيب الولد ولدي عند كنت عم بشتغل مع Refugee 613 وزميلتي بأوكسفام actually سألتني إنه إذا فيني ساعد مع عائلة عم بيكفلوها، وتعرفت على عائلة صغيرة really wonderful، ست وجوزها وبنتهم وصبيان توم، و I helped them, يعني set up their life in Ottawa and everything, school, doctors, everything. And to see something like that, to be able to help someone like that, عن جد إنه الواحد إنه يقدر يساعد بهاي الطريقة ويساعد عالم واصلين على كندا ما عندهم شيء وما تركين situation كتير صعبة. فحسيت عن جد يعني I felt really good. I felt it was worth it. إيش في أجمل من إنه الإنسان يعني يساعد في تغيير حياة ناس طالعين من يعني such a conflict أو such yeah, exactly. يعني حياك الله والله يعطيك العافية بصراحة. حتى لو يعني مرات بلاحظ بعض المتطوعين بقول لك كان عمل صغير بس as you mentioned it's small but mighty، يعني ممكن yeah. صغير لكن الأثر تاعه أو الإمباكت اللي انترك على العائلة أو على الشخص بيكون أكبر من إنه إحنا نتخيله، قديش بيكون صغير لكن بيترك بغير حياة شخص يعني. Exactly. وهذا هو the beauty of volunteering. I'm always يعني talking about what's the beauty of volunteering. It's the impact that you leave on people's life, especially exactly. children or women or people who have flee a conflict or war or whatever. Yes, exactly. I felt no. هن ارتاحوا انه في شخص يعني ما بيحكوا انجليزي كانوا، والعائله اللي عم بيكفلوهم ما بيحكوا عربي، فعم بجربوا يحكوا مع بعض، ويعني so much can get lost in translation. بس حسيت انه هن عن جد يعني ارتاحوا انه في شخص على القليل بيقدر يتصلوا فيه ويقولوا انه بحاجه لهيك، شو بدنا نعمل هيدا. وعرفناهم على المجتمع العربي هون وحسيت انه ارتاحوا على القليل يعني. And the children were very happy, and that was amazing to see. Alhamdulillah, you still in contact with them this week? A little bit, a lot less. هلا قلب كتير بس بضل بسأل إنه شو أخبار وهيك، والحمد لله ماشي حالهم. صار في عندهم ولد صغير، بنت صغيرة تانية. ما رح ينسوكي على فكرة، يعني you never know after we'll meet them in the shop mall or. And the students say, "Hey, my son, do you remember us?" And then, yes. لأن العمل اللطيف يعني ما بينسى صاحبه أبداً. Exactly. So I want to touch base on the empowering the women, the work that you are doing, like your actual job. Just touch base about why did you choose this career, working with women and empowering women? Was there any specific reason, or it was a job you just accepted? No, it's empowering women is never just a job. it's a life, it's a career. Emmy, actually. from when I was little, I شفت أمي وخالاتي والنسوان بعائلتي are very strong. وكانوا يعني كل حياتي أشوف قديش عم بيشتغلوا وقديش عم بيتعبوا ويشتغلوا بشغل والعائلة والمجتمع وهيك، و they never really got acknowledgement. حدا يعترف بشغلهم. ونحن هلأ صرنا بال 2020 وبعد المرأة ولا محل بالعالم بأي مجال صار في equality أو مساواة. So
يعني how can we not work on it؟ كيف الواحد بيقدر يقول أنا ما بدي أشتغل بهالمجال؟ هيدي it's a calling. وخصوصا مثلا إنهاء العنف ضد المرأة وال women and girls والفتيات هلأ مع الكورونا فيروس والجائحة اللي هلأ مارقين فيه، العنف ضد المرأة صار بكل منطقة بالعالم، صاروا they're calling it a shadow pandemic. جائحة الظل، يعني it's parallel to the COVID pandemic قد ما عم بصير cases are rising. So it's really important for anyone and everyone to really try and support this kind of work in one way or another, whether at home, just with their moms and brothers and sisters and families, or in their community or anywhere. أنا سألتك السؤال ميسم لأنه أنا متأكدة 100% إنه this job is not only a job for you. I'm sure you volunteer most of your time, your effort, your experience. Like extra, you go extra mile because this kind of work, it needs that extra mile always. Okay. It's not about the job, it's about the cause. And yeah. Women, يعني, empowering women is really a great cause. طلعيهم yeah. من أو تساعديهم إنه تنشليهم من المعاناة اللي بيكونوا عاشوا فيها سواء كانت الفقر أو العنف أو أي شيء آخر. Exactly. هذا العمل. أنت بتعرفي أكرام أنت بتشتغلي بهالمجال أكثر مني يمكن. بس بتعرفي إنه المجتمع كله بيستفيد والعائلة بتستفيد والدول بتستفيد والاقتصاد بيستفيد وقت المرأة بتكون قوية. أنا يعني دائما أؤمن إنه قوة المجتمع من قوة المرأة. إذا كانت المرأة قوية بعلمها بطاقتها هي تنشئ مجتمع قوي. المرأة هي دائما هي الحلقة الأضعف للأسف يعني، ونحن بنحاول نغير إنه صح نحن ممكن الحلقة الأضعف ممكن جسديا مرات، لكن إحنا عنا قوة وعنا باور بتغير العالم كامل. Exactly. يعني إنه مرات الضعف الجسدي يعني بياخذوا advantage منه أو الإيموشنال، مش weakness it's not a weakness بس it's been taken advantage of. إحنا عملنا مع تمكين المرأة لبناء المجتمع، وحتى لو كان it's my job in women empowering or empower women، بس كتير من هذا الشغل بيكون volunteer right؟ صح. You go extra mile to fulfill Absolutely. Goals or to help these women who needs that support. معي كومنت من المشاهد حسام كباب. مساء الخير، مساء الورد أستاذ حسام. زميلتنا العزيزة ميسون منصور بتابعنا من موريال، هي مقدمة برنامج رؤيتها يوم الأحد الساعة 9. إذا يعني جميع المتابعين بحبوا يتابعوا ميسون، دائما هي قضاياها very hot يعني بتيجي في القضايا. مساء الخير ميسون حبيبتي، شكرا لك. مساء الخير. طيب ميسون، tell me about the support you receive from your family or from the community. Is there any support? Would you like to tell us more عن الدعم اللي بتاخدي انت من العيلة او من المجتمع بشكل عام او المجتمع العربي؟ انه انت يعني عربية صح، يمكن لما اجيتي ما كنت تعرفي حدا بس هلا بتعرفي عدد كبير. هل هناك دعم من المجتمع العربي للفولنتير وورك او من عيلتك او من المجتمع الاكبر يعني اللارجر كوميونيتي؟ أكيد أكيد. دعمي الأساسي هلأ أول شيء هو جوزي، و that's the biggest support that I get، لأنه مثل ما بتعرف الشغل التطوع بياخد وقت كتير من العيلة، من الشغل المدفوع، من الأطفال، من ال فبده أنه يكون في دعم بالبيت أول شيء. حدا أو بيطبخ أكل كتير طيب. Actually جوزي من المكسيك، فعنا أكل مكسيكي لبناني إيطالي عربي. ف إيش اسمه زوجك؟ خوسيه دي بلا. Does he speak Arabic? No, he speaks
شو أول شيء قال لي؟ في الحركة بركة. الحركة بركة. إذا أول شغلة قال بوجه لي له تحية، يعني بوجه له تحية. خوسيه، thank you for supporting Meysam. thank you, that's so kind. simple English. Hola, that's the only Spanish word. exactly. but yeah, he takes care of our little boy. He helps with the house. He supports me and he pushes me to continue. He knows that how important it is for me. وبعدين المجتمع العربي هون والمجتمع الكندي العربي it's really amazing يعني قديش العالم هون نشطين بهالمجال وخصوصا خصوصا الأردنية المجتمع الأردني والفلسطيني عن جد عندهم روح العطاء وعلى فكرة أنه من أعز أصدقائي من الأردن ومن المجتمع العربي هون وبحس أنه دايماً يعني إذا بحاجة لأي شيء بقدر أتصل فيهم دغري عندهم هالمعرفة أنه مش مثل أمرار بتعرفي أنه الكندية في boundaries يعني قد ما بتكونوا أصدقاء مش مثل العرب بترفع التليفون بتتصلي مثلاً بلا لصديق أنه بحاجة لإلك هلأ exactly أو حتى أنه مثلاً بقول لهم أنه في عائلة هيك هيك بحاجة دغري بنط وبساعدوا فعندهم هالروح التطوع كتير قوي وزملائي بالشغل بأكسفام عندهم يعني ناشطين كتير وبالتطوع بيكفلوا اللاجئين اللي جايين على البلد بساعدوا المرأة بيعملوا كامبينز بيعملوا بيمشوا بالمظاهرات فعندهم هالروح والقيم هدول اللي بيساعدوا فبيدفعوني كمان انه اعطي اكثر شفت لما عملوا لي كونكت مع الرفيجيز يعني لما قلتي انت when you said that through work you were introduced to some refugees and some sponsors yeah. to help during the Syrian influx or crisis So yeah, يعني حلو كتير yeah. إن يكون كمان الكوليكس بالشغل يعني داعمين للمتطوع. يعني آه وبعرف يعني قديش هن عندهم شغل وعندهم عيال وأطفال وأكتر مني يعني وما عندهم وقت أكتر مني بس بيقدروا يعطوا ويلاقوا وقت للتطوع. It's really beautiful. خليني أخذ هالملاحظة من متابعة ست نوال. تقول يسعد مساكم أحلى إكرام وشكرا يا نوال ست نوال هي متابعة وبعدين هي معلمة من الأردن وهي جينيوس رياضيات she invented a theory or something in math so we hadn't heard before at Canal TV شكرا لمتابعتك ست نوال excuse me Meysam I just need a sip of water, sorry. Yeah, please. I'm so sorry. So we talked about support. Now let us move to another, you know, side yeah. of the curve. Challenges. What kind of yeah. challenges does Meysam face? And how do you overcome these challenges? كيف ما هي التحديات التي تواجه Meysam؟ وكيف تتغلب على هذه التحديات؟ Yeah, I think أكتر شيء أكبر تحدي هو الوقت. Finding time, volunteering takes time. It takes time away from family, it takes time away from work, it takes time away from the house. So really, يعني الواحد لازم يكون committed و believes in this kind of work. خصوصا هلا العالم انه بحاجه more than ever before للمساعده هيدا هو اكبر تحدي بعتقد والعالم هلا مثلا انه في عالم مثلا بتقول انه عم بتطوع they don't understand you know how can you volunteer without getting paid like how are you doing this work without getting paid or something like that Hi. I just came from Taekwondo class. Nice to meet you. Orange belt, very nice. Red. Oh, red. Sorry. I'm sorry, Meysam. No, this is so great. He's one of the Canar TV team.
That's so wonderful to see. Support. He calls your diplomatic support. Okay, habibi. Thank you. Sometimes she gets like a lot of problems with technology, you know. It's good she has you there. It's so nice to see this. It's so, so nice. And my colleagues have all met my son at this point. She doesn't know how to connect the headphones. Okay, so. Don't expose me, mama. Oh, kids, I'm so sorry. That's amazing. I hope someday my boy is exposing me like that to the world. If I lock the door, no, ahla sahla fi. It's beautiful to see. It's really beautiful. So yeah, I think that's it. The time, finding the time to be able to do that. بدي أسألك سؤال ميسا، مرات لما نشتغل إحنا مع المجتمعات المعنفة أو المجتمعات الأقل حظاً بصير عندنا شوية يعني vicarious trauma or يعني بتتعرضي لهاي الأشياء أحياناً، وكيف تغلبي عليها مثلاً؟ في معلش هذا السؤال الخارجي بس هلا إجا ببالي. No, it's okay. في عندك سؤال جيد. شاركيهم مع الجمهور إذا أنت بتتبعي strategies or methods that to look after yourself or That's a very good question. Always when you volunteer, I mean, people volunteer because they have a passion for helping others. فصعب إنه الواحد يفصل هالجزء من قلبه من مساعدة العالم، وإنه يقول إنه أنا بس مثلا from 9 to 5 حساعد أو هيك، يعني it becomes part of your life. Especially for example وقتها كنت عم ساعد مثلا هيدا العائلة اللاجئة، صرت امرق بالأزمات معهم يعني، وحس انه أزماتهم are mine، أزماتي. وكنت وقتها حامل and I was going through my pregnancy، وكان هاي السنة الماضية، وكان جاي الشتاء بأوتاوا، والشتاء بأوتاوا وأنا عندي أزمة انه كيف بدهم يعيشوا العائلة شتى بأوتاوا وما عارفين إنه لازم يكون عندهم كبوت وجزمة snow pants, snow shoes. How are they going to take the bus? How are they going to do that? يعني عم فكر إنه أنا وحامل 9 أشهر كيف بدي أروح وساعدهم. It's very hard. وبتصير يعني صعب إنه to separate. It's very hard to separate that. But if you want to do this long term, you have to learn to say stop and separate. وانا مثلا كان صعب كتير انه اقلها لصديقتي، صارت انه انا ما قادرة ساعدك هلا، انه I have to prepare my house because I have a child coming. It was very hard to do that, but I had to because I had to take care of myself to be able to take care of others later on. It's very hard though. هذا الشيء دائما طبعا احنا لما بناخذ تريننج about the compassion fatigue او الاعياء يعني بسبب التعاطف بصير عندنا اعياء نفسي. فدائما بالتريننج انه انت it's okay to say no، يعني ما في مشكله انك تحكي نو، لانك it doesn't mean you reject the people، بس sometimes you need to look after yourself حتى تعتني بنفسك حتى تستمر. Exactly. الإنسان وصل لدرجة إنه كان عنده burn out أو يعني تعب كتير، فإحنا دائما كفولنتير نطلب من الآخرين يلتمسوا لنا عذر لما مرات نبعد، ما بنبعد لأنه ما بدنا نساعد، بس إحنا we need sometimes for ourselves. As you mentioned، أنت كنت حامل وبحاجة إنك تحضري نفسك للبيبي وتحضري البيت وتحضري whatever you need to prepare. So يعني هلا ال draw the lines or boundaries between your life ومساعدة الآخرين مهم جدا في عملنا. وأنا دائما أدعو من منبر كنار إنه المتطوع ما تهلك نفسك، ما تقتل نفسك، يعني ما تروح above and beyond. صح بنحاول نعطي كل ما نملك، لكن حتى نستمر لازم إحنا نرسم هاي ال boundaries، لازم إنه نضع حدود بين متى يعني، ونتمنى على الآخرين يفهموا إنه أو يتفهموا موقفنا إنه حتى نستمر يعني نستطيع. صح. وأنا مش لهذا السبب يعني بعدت شوي هلأ عن التطوع، مرقت فترة إنه بعدت لأنه لا أقدر أرجع مكن حالي وأرجع ألاقي هاي القوة. ويعني I know that I will eventually again
slowly go back into volunteering. It's something that I will never be able to stop. And it's something that's part of my life, but I have to learn when to step back a little bit and when to continue. You know what, Maysam? The biggest volunteer you are doing right now is raising your child. Oh, thank you. Oh my God. طفل عن صاحب ياخذ الله يعينك يعني ويكون بعونك ف I have a new respect for my mom, really I do. الله يحفظها يا ربي فضلك لكم لبعض. بدي اخذ هالملاحظه من المتابعه ميرنا سيرور او ميرنا سرور. I'm sorry يا جماعه مع الاسماء, مرات يمكن اللفظ ما يكون زي ما ميرنا سرور عم تقول ما في احلى من التطوع خصوصاً مع كبار السن. تجربتي رائعة وممتعة. نتمنى يوم يا ميرنا تحكينا هاي التجربة من خلال برنامج وصلي معي, بلكي هيك عملنا معك حلقة عن التطوع مع كبار السن. ikrammomani@gmail.com حبيبتي إذا بتحبي تواصلي معي. أهلا وسهلا فيكي. تحبي توجهي لها إشي تعلقي على التعليق؟ That's beautiful. التطوع مع كبار السن مميز بشكل Tani, talking about really getting close to people, it's very hard to work with elderly. لأنه, yeah, كلنا عنا أهل ونعرف إنه كيف بدنا نساعد. وخصوصاً مثلاً إحنا هلا أنا هون لحالي, و you know, كثير من المجتمع العربي لاجئين هون وأهلهم بالبلاد وبيعرفوا إنه كيف بدهم. بحسوا يعني لازم إنه يساعدوا الكبار السن وهيك, ف really wonderful work ميرنا. بالضبط, خصوصي هلا في وقت الكوفيد كثير في challenges بموضوع مساعدة كبار السن. يعني أي حد بيقدر يتطوع في long term houses يا جماعة, يعني أنا I call people إذا بتقدروا, إذا عندكم وقت زيادة, إذا عندكم absolutely please go and volunteer with them. حتى لو إنه عرفتي مثلاً neighbor أو حدا من الكوميونيتي neighborhood من السينيور, تواصلي معهم. ممكن يحتاجوا sometimes for grocery, for shopping. هلا مع الثلج ممكن يحتاجوا shoveling the snow أو تنظيف الثلج. فيعني بنتمنى من منبر كنار إنه كل الأشخاص الموجودين في المجتمع إذا بيعرفوا حدا سينيور بال neighborhood يتواصلوا معه, يحاولوا يساعدوه بأي شيء, أي شيء قليل على فكرة. مرات ممكن يعني offer them a cup of tea will make their world, يعني which is nice of definitely. Speaking of which, Maysam, عندك volunteer أثناء الكوفيد؟ صار في عندك أي مبادرات ممكن online؟ يعني في ناس عملت بعض initiatives online, هل أنت كنت involved? It's okay if you I'm trying to remember actually. للصراحة not so much. Mostly just speaking events and trying to raise awareness about the ending violence against women and girls. But no, not really. Yeah. بس حلو المصطلح اللي حكيتي اللي هو قلتي shadow pandemic, يعني هذا مصطلح لازم تسلط الضوء عليه لو برضو بالنادي المنظمات اللي بتعمل مع النساء ومع المجتمعات بشكل عام, انهم يعني حتى الأخوات اللي يعني من المجتمع العربي, أو أنا بتكلم عن المجتمع العربي لأنه برنامجنا موجه للمجتمع العربي هي باللغة العربية, كانوا بيواجهوا أي نوع من العنف تواصلوا مع المنظمات, سواء عنف لفظي أو أي نوع من العنف تواصلوا مع المنظمات. في عندهم طرق يا جماعة يساعدوكم, ومش دائما يعني مش دائما طريقة المساعدة بتكون إنهم separate you. في ناس بتخاف بتقول لك إذا اتواصلت مع منظمة مثلا Women in Crisis أو Here for Now 24/7, يعني إحنا عندنا هالمنظمات مو معناته إنه رح يعملوا separation, لا, أو إنه الأسرة رح تتهدم أو رح يأخذوا الأطفال, صح ولا لا ميسا؟ صح 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 صح, يعني هم بيعطوا مساعدة تانية. نعم, حتى بأهله, يعني الزوج أو البارتنر أو الأخ أو الأب. مرات العنف ممكن يكون من أخ, من أب, من ميل, من أي حدا, ممكن من نيبر, من أي حدا. فهم بأهله هدول الأشخاص إنهم يصيروا يعني مش عنيفين, فتواصلوا يعني shout ask for help please يا جماعة, ما تسكتوا على أي نوع من العنف لأنه يعني بيؤدي إلى عواقب وخيمة خصوصي على الأطفال أو على المجتمع. Exactly. صح. Well said. أنا شاركت إيميلي momaniikram@gmail.com إذا حد بحب يتواصل معي عنده أي أسئلة, حد بحب يشاركنا تجربته بتطوع مثل الأستاذة ميرنا, أهلا وسهلا فيك, أو أي حدا آخر بحب يشاركنا هاي
التجارب. في مشاركة من ست ميسون. If I may ask the guests to please share with us stories of the people who touched her most and marked her forever during her volunteering experience. I would say the Palestinian women and children who I met when I was working with the SIPAL and through my work in Lebanon. Refugees, really, in general. Refugees, اللاجئين الفلسطينية بلبنان والسورية اللي اجوا على كندا واللاجئين اللي بيجوا على كندا وبيبلشوا حياة من جديد. يعني that kind of bravery is and courage is incredible. It's inspiring. يعني بتشوف عيال عم بيجوا ويبلشوا من جديد وما معهم شيء وبيبنوا حياة وبيشتغلوا وبيساعدوا وهن بيتطوعوا. It's inspiring. عن جد it's incredible to see, and you know that they are raising really strong children with that sense of those values and that sense of responsibility and giving back to the community. And I think that's the thing that inspires me more than anything. إنه إذا عائلة وأولاد وأطفال بيقدروا يشتغلوا ويعملوا هيك ويغيروا حياتهم, ما عندي أي excuse أنا إنه ما أطلع. الميسون مصرة بدها قصة حقيقية. قصة حقيقية, يا ريت لو قصة نجاح تكون مثال لو أمكن طبعاً. بدون ذكر أسماء, إذا ما بتحبي تذكري أسماء يعني قولي لنا مثلاً عائلة معينة شفتيها. هي ذكرت موضوع الكاميرات صح ميسون؟ يا بس هاي العائلة اللي إجت, العائلة السورية اللي إجت على أوتاوا. الأم وال يعني البي was he's illiterate, ما بيكتب وبيقرأ, وإجا مع عائلته ثلاثة أولاد ومرته وهي كمان أمية, وبنوا حياة بأوتاوا بالشتوية بأصعب الأوقات, وعم بيتعلموا الإنجليزي, عم بيتعلموا لغة تانية بهال يعني now at this age. I think وعم بيعلموا أولادهم وعم بحطوهم بمدرسة مدارس وعم بيعلمون على القيم العربية والقيم الكندية واللغة الإنجليزية وعم بيخلون إنه بالمدرسة إنه ياخدوا اللغة العربية. بتذكرني بعائلتي, وبتذكرني بأمي وببيي يعني بيي لاجئ فلسطيني فلسطيني ريفوجي, وأمي كل حياتها بتساعد ال Palestinian cause. So it reminds me of my family. أمي لبنانية. لبنانية. مو لاجئة يعني, ما كانت لاجئة. No no, لبنانية من النبطية, من جنوب لبنان, بس بعتقد فلسطينية أكثر من أي حدا منا. حبيبتي أهلا وسهلا فيكم جميعا. بس فعلا يعني إنه العائلة اللاجئة to start a life here is very touching. يعني إنه حتى هي حياتها من الصفر, حتى أحيانا زي ما تفضلتي حضرتك من تحت الصفر بيكونوا illiterate, يعني لا يقرأ ولا يكتب حتى بلغة الأم. يعني هو جاي من منطقة كتير بعيدة عن ال exactly. كان في challenges عندهم أصلا بمدنهم وقراءهم قبل يوصلوا لهون, فهم جايين مو متعودين على المدارس, ومع ذلك يبدأوا حياتهم هون وعم بينجحوا خلال سنتين ثلاثة. أنا عم بشوف ناس عم تشتغل أشغال, عم تعمل بزنس انتربينور, عم بيشتروا بيوت. يعني في ناس من الكثير من اللاجئين السوريين اللي إجوا they own their houses, يعني الحمد لله they open businesses, they're helping their communities. Exactly, we heard many stories about people who hire like people from here, from Canada, الحمد لله. Yeah. عم بتقول أن ميسون الله يعطيك العافية رب, جميل جدا رؤية أمثالك من المجتمع العربي الكندي مثل روعتك أنت وإكرام. Thank you so much, Maysoon, وأنت كمان. Back to the point about إنه reach out anyone متعرض للعنف. صحيح كلامك إكرام, لأنه في مراكز عندها خدمات ملائمة حسب تفهم الثقافة الضحية من متطوعين من نفس الخلفية, وبيراعوا بخدماتهم هذا الإشي. يعني بيكون ال culture differences موجودة, أو culture competency أعتقد بتكون موجودة عندهم المتطوعين.
فبيراعوا الكلتشر، إذا مسلم مسيحي عربي هندوسي من أي ثقافة، هم بيراعوا، بيكونوا دارسين أصلا كيف يتعاملوا مع هاي المشكلة من وجهة نظر ثقافة الضحية، ضحية العنف. فتواصلوا رجاء يا جماعة، معلش جينا على موضوع شوي هيفي بس يعني as volunteers. ميسم الحديث معك إلي شجون بصراحة يعني ولا ينتهي، وقال ستور عبدالله ميسون. That's so great. حبيبتي ميسون. Thank you so much. So why volunteering? يعني إحنا we touched base about why volunteering. Is it only for the community or are there any personal benefits for the volunteer themselves, such as networking, rewarding feelings or other reasons؟ يعني ليش إحنا عم نتطوع؟ إيش الأسباب اللي بتخلينا نتطوع؟ هل هي أسباب فقط تعود بالفائدة على المجتمع، أم أن هناك فوائد تعود علينا نحن كمتطوعين زي يعني بناء العلاقات وغيره؟ شو رأيك؟ All of the above, but really for me, يعني أكثر شيء كنت إنه بحس بمسؤولية مسؤولية رد الجميل و giving back، لأنه أنا عن جد بكل حياتي بكل إنه كنت كان عمري 13 سنة ورحت على بريطانيا، نقلت على بريطانيا مع لأكون مع بيي وقتها كان هنيك، أو جيت على كندا أو وين ما أكون بالعالم. I've been so lucky to have people in my life who went above and beyond to help me. يعني عن جد أنا ما بكون محل ما أنا هلأ بالشغل والمستوى والمدينة والحياة اللي عندي إياها هلأ لحالي بدون هالمساعدة، بدون مساعدة الأصدقاء والعالم يلي أخذوا من وقتهم ومن حياتهم ليساعدوني. ف I feel like it's karma, like I have to pass it on and do the same for someone else with the hope, الأمل أنه هن بيعملوا نفس الشيء لحد تاني ولحد تاني ولحد تاني. بعتقد أنه المجتمع كله بيستفيد وقت نكون عم نفكر بهالطريقة وكلنا عم نساعد بعض، وخصوصا هلا الحاجة يعني أكتر من far outweighs the supply. عرفتي كيف؟ إنه there's so much need right now. Thank you حبيبتي. يعني فعلا الإنسان بشعر إنه لازم يعطي back للكوميونتي، خصوصا إذا مرحلة من حياته حدا ساعده، بشعر إنه في need عنده لازم يعني. وبحس وبحس الواحد إنه منه لحاله بالغربة أو بالمجتمع. بحس يعني أنا هيدا الشيء اللي بدي إياه لابني وقت يكبر، يحس إنه من شغلي ومن العلاقات اللي عملتها ومن تطوع ومساعدة، في إذا بحاجة هو لأي شيء بحياته، إن شاء الله لا، بس إذا بأي وقت بحاجة لشيء يكون في مجتمع حواليه يقدر يقول إنه إذا بدك شيء أنا موجود، even just to talk or whatever. أنا في عندي ستوري دائما بحب أعملها شير، بس maybe later I'll share it with people because we are done of time. بس ميسون عم تسألك، ميسم الوالد من عين الحلوة واسم العيلي معروف كثير بين الفلسطينيين. No, مش من عين الحلوة، بس وقتها كنت وقتها زرت مخيم oh my god نسيت اسمه شتيلة ببيروت. كنت عم بمشي مع أصدقائي إنه زملائي وهيك، وجا شاب قال لي أنا ابن عمك. قلت له كيف أنت ابن عمي؟ فتعرفت على عيلتي بالمخيم وقتها. بس الاسم زعرورة معروف كتير بالمجتمع الفلسطيني، لأنه بيي كان مع المنظمة الفلسطينية، مع PLO. So he's really well known. حبيبتي أهلا وسهلا فيكي. رسالة أخيرة ميسم بتحبي توجهيها للمشاهدين برنامج جمال التطوع مع إكرام؟ Take the time. Find out what you're passionate about. حقولها بالإنجليزي هيدا عشان to really get the message across the way that I want to say it. بس find what you're passionate about, take the time, step out of your comfort zone, and
find an organization or anyone that needs help in your community and open your life to volunteering, and it will really change. It will change for the better. Yes, so I would say just take the time, and then even small, something small. يعني في بيت شعر أو مقولة: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه حسن. يعني small thing حتى مرات بتغير، يعني حتى لو exactly. فميسم بتدعو جميع مشاهدينا وجميع العالم إنهم يتطوعوا، يعطوا للمجتمع، يعطوا التايم حتى لو كان يعني وقت قصير، لكن أي شيء يساعد ويؤثر ويحدث أثر في حياة الآخرين. ملخص. Yes. Be passionate. Yes, find the passion. Thing that makes you passionate about this stuff. الأشياء اللي بتحبها، اللي بتعشقها، عندك عشق لها. مثلا حدا بيحب يترجم وعنده السكيل العربي والإنجليزي، حدا ما عنده اللغة، طيب شو يعمل؟ أكيد في طرق، يعني مثلا ما عندك اللغة، أعطيني أمثلة على كيف تتطوع. مثلا في أشياء ما بدها لغة، ما بدها الكوميونيكيشن باللغة، ممكن يكون الكوميونيكيشن بالبادي لانجوج، يعني ابتسامة، مساعدة، جسترز للنيبر. Yeah. Can I carry your stuff if you see an elder people who are carrying? If you have a car, go and do shopping in the winter for your neighbor, for your elderly neighbor. يعني أنا بوجه هاي رسالة خصوصي، كتير بتصلوا فيه صديقات إنه إحنا ما عندنا اللغة ومستحيين نتطوع وخايفين. اطلع من الكومفورت زون، اطلع من يعني اللي هي بنقولها إحنا دائرة الراحة تحتك، منطقة الراحة. Yeah, exactly. الراحة، واطلع منها، يعني شوف طريقة إلا تلاقي طريقة تتطوع فيها. والمجتمع الكندي very open minded، يعني بتقبل أي حدا، أي volunteer بغض النظر عن اللانجوج. أمرار أكتر شيء بحبوه إنه نحن أكلنا وطبخنا بجنن، فأمرار بحاجة إنه لا baker baked goods أو food. We have incredible food that you can make for family or for people or for an event. إيش وجبتك المفضلة ميسم قبل ما ننهي الحلقة؟ ننهيها على شكل جوعنا إحنا والله. بعتقد هيدا أصعب سؤال ما بعرف. تعرفي. Oh my god. It's fine. Too many things. Spaghetti. My children, يعني my children بقولهم أنتوا إيطاليا مش عرب ماما. آه كوسة ورق عنب. آه خلاص. Oh my god. العرب هلا يعني. شفتي هذا ابني الصغير مرات ما بحب الأكلات العربية، بتقول له بنتي اللي أكبر أنت مش عربي، أنت ما بتأكل ورق عنب. الله يعني حقيقة حبيبتي. معنا ملاحظة أخيرة من جمانة الصباغ زميلتنا ومتطوعة أيضا بالمجتمع، بنوجه لها تحية، تقول: منورين الصبايا. Thank you so much. جمانة، شكرا جمانة. أهلا وسهلا فيك جمانة حبيبتي. أعزائي، شكرا لكم جميعا اليوم على متابعتنا. اسمحوا لي باسمكم جميعا أني أشكر ضيفتنا، بدي أسلط عليها الكاميرا بس شوي، أنا أشوف الابتسامة الحلوة اللي بتجنن. Thank you. Inspiring smile. بنوجه لك تحية. شكرا لك ميسم على التايم والوقت اللي أخذتي وشاركتينا في هاي التجربة، وأخذناك من ابنك. شكرا لابنك، شكرا لخوسي، إنه أكيد هو اللي هلا يعني عم بيعتني ب. Yes. على فكرة سوري أنا هرب. No, it's okay. Lucano. Lucano. And يعني شكرا جزيلا لك حبيبتي. وأعزائي المشاهدين، تابعونا الأسبوع القادم، رح يكون معنا متطوع ملهم أيضا في برنامجكم الأسبوعي، برنامج جمال التطوع مع إكرام. ابقوا بخير وتصبحون على سعادة. Thank you so much إكرام. This was a pleasure. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا لك حبيبتي.